يبقى دائما وابدا كلام كثير مهم بعظمة لسانه. محتاج اقول انا موجود. الاهلي بكل ما يفعل وبكل ما يحقق من بطولات بينافس بيها ريال مدريد وبيحصل على لقب دوري ابطال افريقيا سنتين مرتين ورا بعض تقريبا في سنه ميلاديه واحده. الاهلي اللي القابه خلته بطل ابطال القاره، ما بحبش كلمه سيد اسياد القاره، ما فيش سيد في الكوره ولا في الرياضه، لكن هو بطل الابطال. هاتولي كل ابطال افريقيا الاهلي بطل عليهم. دوري ابطال افريقيا هي المسابقه الاكبر، اذا كان الدوري مهم فالاهلي صاحب ل 42 لقب فيه، لكن دوري ابطال افريقيا او اي بطوله قاريه تبقى دائما وابدا هي الاهم، هي الاقوى، بوصفه انها تشمل عدد من الابطال. حاجه يعني ان احنا نضطر نشرح هذا الكلام يعني شيء غريب جدا يعني. صحيح، لكن الاغرب منه الحقيقه ان البعض حتى في قناه نادي الزمالك الشقيقه يتناول صفقات النادي الاهلي. دي الغريبه، ما اعتقدش ابدا ان انتم شفتونا هنا في قناة الأهلي سواء في ملك وكتابة أو في أي برنامج مشغولين ومهمومين بتقييم صفقات أي نادي منافس. كل الأندية لها تقدير وليها الحق في أنها تشتغل وفقا لرؤيتها ووفقا لظروفها ووفقا لإمكاناتها ووفقا لما تراه. فعمره ما كان من شأننا أن احنا نتحدث بشكل أو بآخر عن تدعيمات أو صفقات أو لاعبي الفرق المنافسة. عشان كده كان الأمر ده غريب شويه. في الاعلان السريع بيبقى ليه هدف برضه. طبعا بص يا كابتن، يعني هدف معروف واضح. اعلان سريع عن صفقات بيبقى ليه هدف معين واضح ومعروف. الهدف الهدف واضح جدا للناس كلها طبعا. انا عاوز اقول اتفضل خليه يخلص. الهدف واضح وصريح وكلنا عارفين الاهلي اعلن ليه في التوقيت ده. طبعا هو راجل خسر بطوله فبالتالي عايز يقول انا موجود فيعلن عن صفقات جديده. حتى في صفقات عند النادي الاهلي مع كامل احترامنا ليها وطبعا مع كامل احترامنا لافكارهم وفكرهم اللي هم بيختاروا من خلاله، لكن في صفقات انا شايف ان الناس اللي مشيت احسن من اللي جت. انا وجهه نظري يعني قد اكون محق او مخطئ يعني، لكن في النهايه هو حب يعلن بسرعه وكلنا عارفين الهدف من اعلانه بسرعه عشان يفسد فرحه الاخرين. لا بسم الله ما شاء الله عليك بصراحه، قد تكون مخطئ. انت بتخطئ يا راجل يا طيب، انت يا راجل يا طيب يعني بتنصح النادي الاهلي بتخش في نواياه ومين احسن ومين اوعى، يعني شيء مش مفهوم ابدا ان يبقى ده حوار في قناه نادي منافس على صفقات نادي اخر. يا اخي ده انت بتبقى بتنافسني في الصفقات زي صفقة مثلا عنتر من كام سنة. للوقت الأخير هو كان حريص ياخده. لا طلعنا قلنا له خدته ليه؟ ولا أنت واخده عشان تضايقني؟ ولا اعمل ولا راح فين؟ هو أنت لما هو أنت فاهم إن إحنا بنعمل صفقات علشان نبوظ فرحتك فبندفع الملايين دي ونجيب لعيبة ملهاش لازمة؟ لا والأنكد بنمشي لعيبة أحسن كل لعيبتنا كويسة، أي لعيب في النادي الأهلي هتعيره هو على فرز أول. طبعا امال جبنا ليه قبل كده؟ لكن هي مساله احتياجات وظروف وبتطلع ناس تاخد خبرات وبعدين تشوفها وترجعها وانت بتعمل كده وانا بعمل كده وناس كده. لكن انك انت تمعن التفكير ومشغول قوي في هو مفيش حاجه عاجباكوا؟ مفيش حاجه عاجباكوا طول النهار الاهلي بيعمل كده ليه؟ عشان ابوظ فرحتك. انا ابوظ فرحتك ليه؟ ان انا اولا الاعلان يا استاذ ابراهيم عن صفقاتنا ده محدد من انتهاء الموسم. لا من زمان لما كانت تطلع الاشاعات كان بيطلع امير توفيق هنعلن في بعد انتهاء الموسم. فورا انتهاء الموسم هنعلن. وده منطقي. صحيح. ده توقيت ملوش علاقه بيك وانت مش في دماغنا يا استاذ عمرو وانت وغيرك ان احنا نعمل كل التفصيله دي عشان في الاخر تطلع تحلل كيف يفكر الاهلي. كيف يفكر الاهلي مساله تخص الاهلي، كيف يفكر الزمالك مساله تخص زمالك، وانت من مسؤوليتك انك تحلل كيف يفكر الزمالك عشان تشرح لجماهيره ليه
انا متاخر، عندك اسبابك 100%، ويجوز هتعمل صفقات. وعلى فكره باستمرار الزمالك بيعلن بعد الاهلي، ربما بيلاقي ان دي فرصه اسهل، عشان لو انا وهو داخلين في صفقه ما نتنافسش او نعليها. نوع من انواع التفكير، هو حر، كل له تفكيره. لكن مشغول قوي بالاهلي، خليك مشغول. هقول لك ايه، ما هو انت تتشغل بيا مش هتعمل هوم ورك بتاعك على طول كده. لو هتتشغل بيا تتشغل بنفسك، خليك مشغول بيا وما تعملش واجبك. انا اعمل لك ايه يعني؟ اعتقد كان واضح جدا الاهلي بيعلن علشان الموسم انتهى، وعشان دي لعيبه انتهى ارتباطها بانديتها، وبالتالي لازم تيجي. ما بيفكرش في حد تاني يعني. يعني بيرستاو لما يوصل الاهلي لاتفاق مع برايتون الانجليزي، فيبدا النادي الانجليزي هيخرجه قبل ما السيستم يقفل. طيب ما هو ده ارتباطا بمواعيد، وكذلك بقيه اللعيبه، الموسم انتهى. لكن تفتكروا الاهلي كان متضايق قوي انه الزمالك خد الدوري، فعايز يفسد فرحته؟ طب يعني يفسد فرحته ليه؟ بيرستاو ده لما السيستم خلاص قفل واتبعتت الشهاده الدوليه، هيعرف الاهلي يخبيها دي؟ يعني اعتقد دي مساله لا ليها علاقه بانه في فريق كسب بطوله، او في تفكير صغير انه نفسد الفرحه. ليه تفسد الفرحه؟ وبعدين انت اصلا الاهلي محتاج، واذا كان تفكيرك في الاهلي اي حد فرحتك ده انت اللي عامل في نفسك كده، مش احنا يعني. ما صحيح، لكن هو اصلا هو الاهلي ما فرحش بالدوري ليه؟ ليه ما خدش الدوري؟ ايه السبب ان الاهلي ما خدش الدوري؟ نشوف الكابتن عبد الظاهر الساق. كانت المنظومة الدفاعية عند النادي الأهلي في آخر 8 ماتشات، اللي هو آخر السباق، اللي هو آخر ال 100 متر في السباق، كانوا أولاً مش مركزين. وخلي بالك أنا هجيب لك السبب الحقيقي، هو التركيز ما بيجيش ليه؟ التركيز ما بيجيش للعيب من الإجهاد. من الإجهاد. أول ما بتفقد اللياقة البدنية اللي عندك أنت بتروح بتفقد التركيز، فبالتالي هتشوف كل الأجوان جاية في الشوط الثاني وفي آخر دقيقة، في الدقيقة بعد الدقيقة 80، بكل الدقائق دي بتدل أن بيجي لحظة من اللحظات أن أنت عاوز بس مش قادر. وده الإجهاد اللي احنا عارفينه، لأن مفيش حد أنا أظن أن احنا مرينا بسنة هي مش موجودة في العالم خالص تماما، خاصة النادي الأهلي. النادي الأهلي بس مش بيلعب في الدوري بس يا تامر. النادي الاهلي ما بيلعبش في الدوري بس، النادي الاهلي بيلعب في الدوري، دوري كاس، بيلعب ابطال، بيلعب. طب السؤال الاهم قبل ما اروح للفصل، هل الدوري المصري وتحديدا اللاعب المصري هل بيترقى بعد يعني الاهلي حقق نزول الكاس ثم السوبر ثم افريقيا التاسعه ثم افريقيا العاشره ثم السوبر واللعب في الدوري، هل اللاعب بيجي في الاخر بيفقد الرغبه بعد 12 11 شهر بيلعب فيهم كوره؟ لا، 11 شهر بياخد بطولات. تمام. يعني بيجي بقى في البطوله الاخيره يعني مش قادر خلاص، خلي بالك انت بتقاوم، وصل الاكتفاء انت بتقاوم. لكن النادي الاهلي، النادي الاهلي عنده بطوله الدوري دي، ده شيء تاني تماما. يعني ما انا شايف ان هو كان مركز قوي في بطوله افريقيا في التاسعه والعاشره، كان مركز فيهم جدا جدا جدا. يعني انا شايف ان ده خد من تركيزه بشكل كبير جدا، وده تصنيف عالمي عشان يتنقل النادي الاهلي من نادي يعتبر من مصر او محلي لنادي دولي ونادي في الشرق الاوسط وتصنيف عالمي، عشان كده خد البطوله مرتين. لا. التصنيف ده خلاه في حته تانية. شوف، عندما يتحدث الكابتن عبد الظاهر الساق لماذا فقد الدفاع الاهلي صلاباته في العشر محطات الاخيره الحاسمه يستمع اليه، لانه بيقول لك المنظومه الدفاعيه في النادي الاهلي، والمنظومه بقى بقتش لعيب، بقت المنطقة دي باللي بيحيط بيها من أول الهجوم. لكن الأساليب الدفاعية، وسائل الضغط، وسائل التغطية، عملية الترحيل، الكلام ده مسائل تفاصيل رفيعة جدا محتاجة لأعلى درجة من اللياقة البدنية والتركيز والتفاهم. فلما يجي واحد من أبرز عناصر المنظومة الدفاعية لمنتخب مصر في التاريخ الحديث يتحدث، لا نسمع له، لانه الحقيقه لمس كل الكلام الواقعي اللي كنا بنقوله وكان الناس فاكراه مبررات. الارهاق الشديد والاجهاد الشديد يعني تراجع بدني، يعني تراجع بدني وتراجع ذهني. ممكن جدا زي سؤال الذكي اللي اتسال، هو كتر البطولات بيؤدي الى نوع من الترهل
والتشبع طبعا مهما قلت للناس، بس فيها جزء، لكن الجزء الاكثر مؤكد هيكون الاسباب اللي قالها الكابتن عبد الظاهر السقا، ولما قال لهم يعني ما تشوفوا الاهلي لعب فين، ده لعب كذا وكذا وكذا، بالاضافه الى استمراره في البطولات الافريقيه وتاهله كاس العالم انديه والقتال اللي بذله. يا جماعه ده ليفربول عشان كسب الدوري، كسب افريقيا وبعدين كسب الدوري اوروبا، ما قدرش يكمل على نفس الصلابه ونفس الحوافز ونفس اللياقه ونفس حاجات كتير جدا. فالعالم كله بيعترف بالعلم، والعلم بيقول هذا الكلام. ايوه الاخطاء الساذجه اللي تعرضنا لها وجزء من الارهاق الذهني مؤكد بالظبط، ممكن جدا يبقى في نوع من الاخطاء التي كان لا ينبغي ان نقع فيها، لكن ايضا لو انت بكامل تركيزك عمرك ما كنت هتتصرف كده. وزي اي حاجه مفيش حاجه ليها سبب واحد، ايوه كل الاسباب تداخلت واجتمعت وليها تاثير بنسبه، التحكيم كان له تاثير بنسبه كبيره، 15 بونت قلناه لكم حتى في وجود الفار، حتى في وجود طارق مجدي، لا مش يعني حتى ده بسبب وجود الفار، بسبب وجود الفار يعني الناس شفت اللي التاثير والتغيير اللي احنا ما قلناهوش اللي قالوه خبراء التحكيم الكابتن الشناوي والكابتن سمير عثمان. هو لما يبقى الشيء عايز يفسره بعكسه، استاذ خالد طالع كان في له فيديو كده بيقول ان الفار انصف الزمالك، لا الفار ظلم الاهلي بالظبط. الفار ومش براينا، ما احنا راجعنا لكم ال 15 نقطه اللي التحكيم اثر فيها بشكل مباشر وافقدها من الاهلي، لكن زي ما قلت لك مفيش حاجه ليها سبب واحد، التحكيم كان له جزء كبير جدا من المسؤوليه. انت تعرف يا استاذ ابراهيم حاله الاجهاد البدني والذهني الشديده قوي على اللعيبه، ضغط المباريات في توقيت ضيق جدا، دي نقطة مهمة. عشان تتحمل أخطاء الفار لازم تبقى في أحسن حالاتك بالظبط، فلما تكون مش في أحسن حالاتك لا الأخطاء تبقى مؤثرة، لما تكون متكررة صحيح، ولما يكون أنت محطوط لك هذا النظام وعارفين أن أنت هيحصل فيك كده لا. عشان كده كان سعي الأهلي لعلاج الأخطاء، الأهلي ضيع فرص مش طبيعية من الناحية الفنية، عدد الفرص اللي ضاعت في مباريات غير طبيعية، عشان كده كان حرص الأهلي على تدعيم فريقه بقوة هجومية مضافة.